المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة بعدما اختفى لثلاث سنوات يعود بطبعة ثالثة تحمل شعار ترافلينغ الكلمة ونون المحبة. المهرجان تميز بحضور كوكبة فنية أدبية وسينمائية بقاعة السينما دنيا زاد بولاية صعيدة. اليوم استضفنا يعني نخبة من ممثلين ونخبة من المسرحيين وكذلك نخبة من الكتاب. المهرجان عرف ضيف شرف كبير جدا اليوم في يوم الافتتاح وهو الأديب الجزائري العالمي ياسمينة خضرة، كما عرف كذلك حضور العديد من الأسماء البارزة في مجال الأدب والسينما. سي نيبا سيلمو ان فيستيفال دو لا فيل و سي نيبا سيلمو ان فيستيفال ناسيونال سي اوسي اون اوفرتور سور لو موند اونتي. هي هذه راهي ان شاء الله هذا المهرجان يولي انترناسيونال. ولاول مره تم عرض فيلم جنيه للمخرج عبد الكريم بهلول، كما سيتم عرض افلام اخرى توجت بعده جوائز وطنيه ودوليه، ليختتم المهرجان بعرض فيلم اعتراف للمخرج سليم حمدي بقاعة السينما دنيا زاد التي تم التوقيع بها على اتفاقية إسناد مهمة تسيير قاعة السينما للديوان الوطني للثقافة والإعلام. تعليمات وزير الثقافة راح تستلم أكثر من 12 قاعة من الجزء الأول عن كل أنحاء الوطن، وحبينا نكون سعيدة، حبيتها تكون اللي هي انطلاق هذا التسليم وهذا التحويل تسيير القاعات. أربعة أيام أخرى ستكون حفلا فنيا جامعا يستقطب عشاق الأدب والسينما بصعيدة.